محترف في الانتقالات وأداء النغمات وتصوير معاني الآيات، أحمد جمال الركابي من العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والله ذو فضل عظيم صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدين الكرام، تقبل الله صيامكم وقيامكم. استمعنا لتلاوة طيبة أخذت بالقلوب للمتسابق أحمد جمال الركابي من العراق. شكراً جزيلاً لكم على هذه التلاوة الطيبة، وأبدأ مع فضيلة الشيخ بوسعدة، تفضل. أحمد جمال، ما شاء الله أحسنت، كنت جميلاً في أدائك وجميلاً في طلعتك وطلتك، الله يحفظك. فما شاء الله كنت رائعاً في أغلب الأحكام، ولكن ما يعني شمل قراءتك هو تفخيم الحروف، يعني تفخيم الحروف، ربما اللهجة العراقية أثرت فيك كثيرا وإلى غير ذلك، خاصة بعض الحروف، وعند مجاورة مفخمات لمنسفلات فأنت تفخم بعض الحروف، ولديك كذلك تخفيف حرف العين ع ليس ع العين معروفة بتوسطها للعمر، وكذلك انتبه لبعض السكتات، نبهنا سابقا فلا تسكت عند نهاية الكلمات إلا ما تواتر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك انتبه إلى تمطيط المدود، وكذلك الموازنة بين المدود الفرعية، المد جائز منفصل 4-4، يعني لا يكون واحد 4 والآخر 6 لأجل النغمة أو الجملة النغمية. بارك الله فيك، أحسنت ما شاء الله. شكرا للشيخ عمر، شكرا لكم. سيد كريم موسوي، تقييمكم. أنا اختصرت يعني بمفردات، أنا أقول أن أحمد تركيز، ذكاء، إحساس، أداء باهر ورايع، حلاوة صوت، طاقة نغمية عجيبة، يعني الله يحفظه. فأنا حبيت هالخلطة هاي، يعني أنت خلطة بيها شيء من العراق، لو من الناصرية ما أعرف. فالله يسترك إن شاء الله، والله يقويك، ونشوفك بالمرحلة الآتية بعون الله يا رب. الله يبارك فيك إن شاء الله. الأستاذ عماد رامي، رأيكم؟ شنو هالجمال؟ الله شنو هالرقي؟ تقولوا شنو؟ إيه والله كنت أروع من الروعة، الله يعزك، إن شاء الله ربي هيك يتمم لك فضله تنتقل للمرحلة النهائية. كان أحلى من المرحلة الأولى كمان. أي والله طبعاً بكتير. الله يبارك فيك. تدري ليش؟ ليش؟ لأنه عطيت له هاي أنت. الشيخ باسم العابدي، تفضلوا. أحسنت يا أحمد، أثلجت صدورنا. جزاك الله خير شيخ. مسألة أحب أن أشير إليها، وهي يمكن أن تعد خصيصة لهذه المسابقة، أننا شاركنا في تحكيم عدد كبير من المسابقات القرآنية في داخل العراق وفي خارجه، وعادة يأتي القراء في المراحل التمهيدية أو في المراحل الثانية الأخرى النهائية، ويسألون من الحكام أين أقف، من أين أبتدئ، ولكن في هذه الدورة من المسابقات لم يأتي أحد من المتسابقين يسأل، لا أحمد ولا الآخرين، بحكم علاقة أحمد معي علاقة طيبة، وهو من أبنائنا المتربين في حضرة القرآن وفي دائرة القرآن، ولم يستثمر هذه العلاقة ويسأل أين أقف ومن أين أبتدئ، وهذه تسجل له وتسجل إلى المسابقة. بارك الله بك يا أحمد، إن شاء الله نراك في مراتب عالية، وقوفاتك جيدة، فقط وقفت وقفا اضطراريا لا خوف عليهم. الآية طويلة سطرين ونصف، فلا يسجل عليك هذا الوقف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك، أن يجعلك مرتبطا بالقرآن الكريم روحا ولفظا يا رب. اللهم أسلمك. اللهم أعلم. أختم معكم السيد حسنين. أنا أختصر جدا، أنا راح أقسي ويا أحمد كثير، لأنه قسى معي كثيرا، لأنه الجملة الأولى بالاستهلال
كتبت جميلة جدا، وراها كتبت جميلة جدا حطيت لها 2000. المهم الجملة الأخيرة صارت الجدا هاقدها الله، فانترست الورقة. على كل حال أنا أقول وأثني على كلام سماحة الشيخ الدكتور أحمد من ولاداتنا اللي نفخر بهم حقيقة، وأحمد كثير التواصل مع كل الأساتذة أو أغلب الأساتذة ليستفيد ومتطور، ورغم أنه عنده طلبة كثيرين يعني كثر يتعلمون منه، ولكن لعله هذه المسابقة الوحيدة التي لم يتصل بنا نهائيا رغم تواجدنا معهم بالكواليس. هذه إضافة كما تفضل جناب الدكتور، ومثل ما أشار الأساتذة أحمد اليوم ما أقول فاجأنا، لكن أي والله، ولكني أقول لعلي من أجمل ما سمعت لأحمد جمال الركابي في هذه المسابقة، وهذه أيضا لا تعني أنها تأهيل المرحلة نعم. القادمة نشوف إن شاء الله، نتمنى للموفقية إن شاء الله تعالى، خصوصا التركيبات والانتقالات بإحتراف تام أداها. شكرا جزيلا لكم. إذن جمال زينه جمال من أحمد جمال الركابي مثلت العراق خير تمثيل. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.